أبطال البطولة من منتخب الكرخ الثانية الكابتن هبة رحيم. إذا تتكرمي ست هبة إنه من ترجين أنا وصل ثاني مرة تجين لابس حالي مرة معك بأمان. شكرا أستاذ شكرا. يتفضل الدكتور فؤاد حمود بتقديم بعض جوائز المتميزين. تعال تعال ابدا في البطولة. ايش كلام؟ أفضل لاعبة. شنو شعورك؟ الحمد لله كابتن من فريق حلبشة الشهيدة شركار طالب.